مستمعينا الاعزاء، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ماده الرياضيات للصف الثاني الاعدادي. معكم مستر محمود العربي، مكملين مع بعض وحده التحليل يا شباب، الوحده الاولى في الجبر. ان شاء الله النهارده هناخد الدرس الخامس. الدرس الخامس شباب من الدروس المهمه جدا جدا جدا، ولازم هيجي لك منه سؤال في الامتحان الرئيسي. ده اول درس هيجي لك منه سؤال في الامتحان في التحليل، اسمه التحليل بالتقسيم. التحليل بالتقسيم هو عباره شباب عن نوعين. النوع الاول اللي هو مهم جدا 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 جدا، وده اللي هتلاقيه في الامتحان ان شاء الله، بيتكلم على التقسيم. هنتكلم يا شباب النهارده على اربع حدود، يعني هيقابلني في التحليل ده، وده اول مره نشوفها. احنا خدنا تحليل المقدار الثلاثي المكون من ثلاث حدود، خدنا بعد كده تحليل المقدار الثنائي المكون من حدين اللي هو كان فرق بين مربعين او مجموع وفرق مكعبين. النهارده هنتكلم عن اربع حدود. ده بنعمل فيه ازاي يا شباب، او بنحله ازاي؟ بنقسم الاربعه دول، بنقسمهم 2 و2. ده اول نوع من التقسيم، 2 و2. 2 بنحطهم في قوسين في شنطه، و2 في قوسين يا شباب. وباخد من القوس ده عامل مشترك، ومن القوس ده بناخد عامل مشترك، وبعد كده بناخد عامل مشترك ثالث. القوس اللي بيتكرر وهو سهل ولذيذ وسريع، يعني كل الفكره ايه مع العامل المشترك. طب فكرنا يا مستر، هو ايه العامل المشترك دول؟ كنا بناخد يا شباب اصغر عدد موجود هنا وهنا، واصغر اسر الرموز موجود هنا وهنا، بناخدهم عامل مشترك وبنقسم، وسهل وجميل، وهنشوفه مع بعض ان شاء الله. النوع الثاني يا شباب للاربع حدود دول بنقسمه تقسيم ثاني. لو قلنا تقسيم 2 و2، في تقسيم ثاني بقى اللي هو 3 و1. الثلاثه دول بنحللهم مقدار ثلاثي مربع كامل، وبعد كده بنحلل الفرق بين مربعين. يعني داخل في التقسيم 3 و1 ده درسين احنا اخدناهم قبل كده، مقدار ثلاثي المربع الكامل اللي هو قوس اس 2، وبعد كده تحليل الفرق بين مربعين يا مستر اللي مقسمين شبه بعض، واحد موجب والتاني سالب، ودون صعب جدا نقابله في الامتحان. يعني اللي هيقابلنا دايما في الامتحان الاثنين والاثنين، تحليل يا مستر 2 و2 بالتقسيم، انما 3 و1 ده صعب. هنتكلم عليه النهارده، وهنتكلم عليه برضو الدرس الجاي، التقسيم يا شباب اللي هو 3 و1 دوت، في الدرس الجاي ان شاء الله اللي هو الدرس السادس. تعالوا بينا يا شباب نبدا حلقتنا النهارده. نوعين يا شباب عندنا من التحليل بالتقسيم. في انا بحلل 2 و2، 2 في شنطه وحدين في شنطه، وساعات بنحلل 3 و1. يبقى يا اما 2 و2، وده المهم جدا جدا، وده اكتر واحد بيجي في الامتحان، التاني ده ما بيجيش اصلا، بس هنقوله احتياطي. و3 و1 هنقوله احتياطي لان هنستخدمه تاني في الدرس اللي بعده. طيب ايه 2 و2 دي يا مستر؟ انا عايزك تعرف بس، يعني انا بحلل 2 في القوس الاول، ها، زائد على طول بجيب حدين في القوس الثاني. الحدين دول يا شباب شوف باخد منهم عامل مشترك. ايه يا مستر عامل مشترك دول؟ اللي هو اصغر عدد، اصغر عدد واصغر اس، اصغر عدد واصغر اس. وباخد من الاثنين دول برضو يا مستر عامل مشترك. ده تاني، وبقى ده اول خطوه. يبقى باخد من الشنطه الاولى عامل مشترك، ومن الشنطه الثانيه عامل مشترك. الخطوه الثانيه باخد القوس اللي بيتكرر عامل مشترك كمان مره. يعني باخد عامل مشترك يا شباب 3 مرات. عامل مشترك من الشنطه الاولى والشنطه الثانيه. طيب حفظنا الطريقه، قوسين هيبقى لي مثلا ممكن 4 حدود. احط حدين في قوس وحدين في شنطه. الشنطه الاولى اخد منها عامل مشترك، الشنطه الثانيه اخد منها عامل مشترك، ولازم غصب عننا الاقي القوس اللي بيتكرر موجود مشترك معايا. طب تعال نشوف مساله بحيث نفهم ايه خطواتنا دي، وبعد كده نرجع للصفحه دي تاني يا شباب. تعال نشوف مع بعض اول مساله. حلل كل من المقادير الاتيه. شوف واخد بالك اول مساله عامله ازاي؟ الاولى والثانيه. ألف س زائد ب س زائد ألف ص زائد ب ص. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ 1 2، عايز تعد معايا كده؟ ادي 1 2 3 أربع حدود، يبقى تحليل بالتقسيم وأنا مغمض. بص كده المسألة التانية، أدي 1 2 3 4، يبقى تحليل بالتقسيم، يبقى هو معروف. الأربع حدود يبقى تحليل بالتقسيم يا مستر. طيب هحلله إزاي يا شباب؟ هي الملاحظة إن أنا لازم كل اللي هعمله يا شباب، دايما في كل المسائل هعمل شنطة زائد على طول شنطة. ملاحظ الكلام؟ طب أنا كده حللت؟ لأ، لأن التحليل عبارة عن قوسين مضروبين في بعض، مش قوسين بينهم علامة زائد، قوسين مضروبين في بعض، مش قوسين بينهم علامة زائد يا شباب. إنما الزائد دي أنا عبارة عن هقسم مسألتي، أقول له 4 دول كتير، أنا هاخد 2 و2، أنا أقصى حاجة أعرفها هي 2 يا 3، إنما 4 دي يبقى أنا هقسمهم 2 و2. ماشي كده.
هل اول اتنين دول يا شباب فيهم حاجه بتتكرر؟ هتقول لي اه، هنا الف س هنا ب س، في رمز هنا بيتكرر، يبقى ممكن يبقى فيهم عامل مشترك يا شباب، فانا هاخدهم مع بعض في الشنطه الاولى، الف س زائد ب س. طب ها زائد الف ص، ادي موجب الف ص زائد ب ص. وبعدين يا مستر اتفقنا شباب هاخد من كل شنطه عامل مشترك. طب مين اللي اتكرر هنا وهنا؟ هل الالف اتكررت؟ لا. هل السين اتكررت؟ اه، يبقى ناخد السين عامل مشترك وافتح قوس. بالبلد يا شباب، شيل من هنا سين يتفضل الف، زائد شيل من هنا السين يتفضل ب. هو انت شلتها فين؟ خدتها بره من القاهره، مكررها هنا وهنا، اكتبها مره واحده واشيلها من هنا ومن هنا. خد بالك، اشيلها من هنا ومن هنا، ماشي الكلام؟ طب يلا ها، زائد، يلا انا سامعك بتقول الف ص زائد ب ص، يبقى ايه اللي اتكرر معاك هنا وهنا يا شباب؟ اقول له حرف صاد اتكرر، اخده عامل مشترك وافتح شنطه، اشيل الصاد يتفضل الف، زائد تنزل اشيل الصاد يتفضل ب. كده انا اخدت يا مستر اول عامل مشترك من القوس ده ومن القوس ده، ناقص خطوه كمان برضه عامل مشترك، بس ايه اللي اتكرر بقى في السطر الجميل ده شباب؟ هتلاقي القوس اللي هنا واللي هنا اتكرر. بص القوس ده اسمه الف زائد، والقوس ده اسمه الف زائد ب. يبقى اقول له يا مستر انا هاخد القوس الف زائد ب اللي اتكرر ده عامل مشترك وافتح وراه شنطه على طول، عامل مشترك وافتح قوس، مفيش زائد او ناقص، مفيش زائد او ناقص تاني. لما اخد الف زائد ب يتفضل اللي جنبها س، زائد تنزل، لما اخد الف زائد ب يتفضل جنبها ص، او لو انت قريت المساله بعد ما تشطر على المشترك اللي انت خدته بره خالص، اتفضل س ها زائد ها ص. كده انا حللت المقدار ده شباب، طلع تحليله في الاخر عباره عن الف زائد ب في س زائد ص. الف زائد، طب لاحظ انهم س في س وعدد في عدد، ثلاثه حروف مختلفه، الف زائد ب في س زائد ص. ده كده يا شباب اسمه التحليل بالتقسيم. طب نعيد تاني كده، احنا عملنا ايه؟ قسمنا الاربعه اتنين واتنين، خدنا من الاتنين دول عامل مشترك اسمه س، خدنا من الاتنين دول عامل مشترك اسمه ص، بعد كده خدنا القوس اللي بيتكرر الف زائد ب والف زائد ب ده عامل مشترك. بص التانية هتلاقي نفسك فهمت أحسن. س ص زائد 5 ص زائد 7 س زائد 35. جميل جدا. هل أول اتنين بينهم عامل مشترك؟ أه، يبقى أحطهم في شنطة واحدة يا مستر، فهقول له دي التقسيمة بتاعتي، شنطة زائد شنطة. أحط أول اتنين دول هنا يا مستر، س ص زائد 5 ص. هنا موجب 7 س، أدي 7 س زائد 35. وأبدأ يا شباب أحلل التحليل بتاعي. أول قوس ده يا مستر باخد منه عامل مشترك، كذلك ده قوس ده كمان. طب يلا مين اتكرر هنا؟ هنا في عدد؟ لا، بس هنا في عدد، يبقى مش هاخد عدد عامل مشترك. هنا س، هنا مفيش س، هنا ص، هنا ص، يبقى أنا هاخد الصاد دي عامل مشترك وافتح قوس، شيل الصاد يتفضل س، زائد تنزل، شيل الصاد يتفضل 5. طب المفروض يا شباب مش بنشيل، احنا بنقسم، المفروض أقسم س ص على ص، الس مش قاسمة على حاجة، تنزل ص على ص نفس الحرف يروح مع بعض، 5 على 1 فهي 5، ص على ص يروحوا مع بعض، أو إحنا بنقولها بالبلدي كده، شيل ص شيل ص واكتب اللي يفضل. طيب، أدي زائد تنزل، اصحى بقى للقوس التاني، أنا شايفك قاعد تقول لي مثلا لا ده هنا مفيش عامل مشترك، في الحقيقة هو فيه، بس أنت بعينيك بتجيب الحروف بس، بتحب الحرف اللي بيتكرر، إنما هنا في رقم وهنا في رقم يا شباب، 7 و35، وال35 دي يا مستر بتقبل القسمة على السبعة، كبير على الصغير زي ما بناخد عامل مشترك يا شباب يديني 5. يبقى معنى كده يا شباب ان انا ممكن اخد اصغر عدد هنا عامل مشترك اللي هو السبعه اللي اتكرر. طب هل هاخد السين معاه؟ طب هنا في سين؟ اه. طب هنا في سين؟ لا، يبقى ما فيش سين عامل مشترك، ما هي اسمها مشترك، يعني موجوده هنا وموجوده هنا، مش موجوده في واحد ومش في الثاني، لا. انا لازم اخدها لما تبقى موجوده في كل حته. يبقى ناخد السبعه يا مستر وافتح قوس. هنا طبعا يا شباب بقسم بقى. او بالبلدي بص، سبعه خدتها يتفضل سين. زائد 35 مش ناقص 7، انت هتكتبها بره، 35 على 7 فيها ال 5. واصله كده يا شباب؟ تمام كده؟ زي الفل. يلا، ايه اللي اتكرر معاك؟ اقول له اه ده الشنطه اتكررت، يبقى انا كده ماشي صح، فانا هاخد الشنطه اللي اتكررت دي مره واحده عامل مشترك عشان هو اتكرر، وافتح شنطه وراها واكتب اللي يتفضل، يتفضل عندي ص زائد 7. من المسائل المهمة جدا يا شباب، واكتر مسائل شوفوا في الامتحان في التحليل بالتقسيم. تعالوا نتعرض مع بعض، لسه غير دلوقتي الحل 2 و2، خد بالك ما خدناش في النوع الثاني خالص. تعال نكمل نوع كمان.
2 ألف سين زائد 2 ب سين ناقص ألف صاد ناقص ب صاد. طيب هل يا مستر أول 2 في، طب لو أول 2 دول يا شباب ما كانش فيهم حاجة بتتكرر كنت هعمل إيه؟ عادي آخد الأولاني مع التالت في ألف وفي ألف، آخد الأول التاني مع اللي في النص في ب وب، يعني ممكن نعمل كده وممكن نعمل كده، بس هو أسهل لنا إن أنا آخد طبعا 2 ألف سين مع سالب ألف صاد. بس أنا عايز أوريك حاجة صغيرة كده خفيفة تفهمها احتياطي عشان كده تخش في دماغك. أنا هاخدهم زي ما هنا يا مستر في سين وهنا في سين وهنا في 2 وهنا في 2، فأنا هاخد الاتنين دول أهو في شنطة، أدي شنطة زائد ولا ناقص؟ يا مستر ده ناقص، أنا ماليش دعوة، هما قوسين شنطة زائد شنطة، هما شنطتين دايما دايما بيبقوا شنطتين. طب يلا يا سيدي، أدي 2 ألف سين زائد 2 ب سين، ده اسمه ألف صاد غلط عشان أنت كعامل كده. انا باخد كل حد باشارته، هو اسمه موجب الف صاد اعمله كده، اسمه سالب الف صاد لازم اكتب هنا سالب الف صاد، سالب ب صاد ادي سالب ب صاد. يلا يا سيدي هقول له الكلام ده بيساوي، ها هاخد مين هنا من عامل كده يا مستر؟ الاثنين اتكررت والسين اتكررت، يبقى اخد 2 واخد السين وافتح شنطه ينسى واكتب اللي اتفضل، شيل 2 سين يتفضل الف زائد تنزل، شيل 2 سين يتفضل ب، ها ادي زائد، اصحى دي بقى هنا اللي اتكرر صاد والسالب معايا يا مستر، ما ينفعش في الحرف الاول ده شبه شرطه سالبه، فانا هاخد هنا سالب صاد عامل مشترك، المفروض اقسم الاشارات بقى او اغير الاشارات او بالبلدي، خدت سالب صاد يتفضل الف، ها او سالب على سالب فيها الموجب، الف ينزل وصاد على صاد يروح مع بعض، سالب على سالب فيها الموجب، ها الب مش هقسمها على حاجه تنزل والصاد على الصاد يروح مع بعض، او خدت يا مستر السالب عامل مشترك، يبقى كده يا مستر هنحط الاشارات متغيره، السالب يبقى موجب والسالب يبقى موجب. طب هل ينفع نسيب يا شباب الاشارتين دول كده جنب بعض؟ لا طبعا يا مستر، فبقوم عامل ايه يا شباب؟ ضربهم في بعض، ها يبقى اسمها 2 س في ا زائد ب موجب في سالب ص، اقول له موجب في سالب بسالب والص تنزل، وادي ا زائد ب كده. شباب ظبطت مسألتي، القوس اللي اتكرر اسمه ا زائد ب، هاخده مرة واحدة عامل مشترك وافتح وراه قوس يتفضل 2 س ناقص ص. أنا هحل معاك المسألة دي بطريقة تانية بس هغير التقسيم، يعني مش هم أربعة، مش هاخد أول 2 في قوس، لا هاخد واحد من دول ومع واحد من دول. شوف كده هتلاقيها أسهل من دي، بس أنا حبيت أوريك لما يبقى عندي السالب في الأول لازم أخد عامل مشترك ولازم أضرب الإشارتين دول في بعض عشان سالب في موجب فيها السالب طبعا. طيب تعال نشوف يا مستر، أنا هاخد يا شباب دون 2 ألف س مع ده مع سالب ألف ص، طب هل في حاجة قررت؟ أه في، ها ألف مع ألف، يلا يا سيدي يبقى تعالى ناخدهم في أول شنطة، أدي شنطة زائد شنطة، هتبقى هنا حلوة وأسهل خد بالك، أدي 2 ألف س ها ناقص ألف ص، تعالى هنا 2 ب س موجبة يبقى تنزل موجبة عادي، 2 ب س ناقص ب ص، أدي ناقص ب صاد. يلا يا سيدي نبدا ونشوف اللي اتكرر هنا وهنا، واحد يقول لي مستر الالف بس، خلاص خد الالف عامل مشترك افتح قوس، شيل الالف من هنا ومن هنا يتفضل 2 س ناقص، لما اشيل الالف اللي انا خدتها عامل مشترك يتفضل ص، ادي زائد تنزل اللي اتكرر هنا وهنا، السين لا ما اتكررتش، الاثنين لا ما فيش ارقام، طب الب والب يبقى هناخد الب عامل مشترك يتفضل، شيل الب يتفضل 2 س ناقص، شيل الب يتفضل ص، لاحظ القوس هتكرر 2 س ناقص ص، اقول له يبقى انا هاخد القوس ده يا مستر عامل مشترك وافتح وراه قوس ثاني مضروب فيه واكتب اللي يتفضل، لما اشيل ده يتفضل الف زائد تنزل، اما اشيل دون او خدت عامل مشترك يتفضل ب يا شباب. لاحظ كده هتلاقي دون يا شباب هو صار الاخير بس حصل لهم ابدال في عمليه الضرب، ادي 2 س ناقص ص كانت في الاول بقت في الاخر، الف زائد ب يا مستر في الاول بقت في الاخر كده. ده يدل على ايه بقى يا شباب؟ ان انا في التحليل بالتقسيم ممكن اقسم المزايا، اخد اول اثنين مع بعض، اخد الاول مع الاخير، الاول مع الثالث براحتي، هو اهم شرط عشان يبقى انا قسمت صح لازم القوس اللي بيتكرر في الاخر ده يبقى موجود، ما لقيتوش يبقى انت مقسم غلط، تمسح مسالتك وترجع تقسم تقسيمه ثانيه غيرها. تعال نشوف كده المساله رقم 4، ألف ميم ناقص ألف نون في مكرر؟ أه في ألف، يبقى خليها زي ما هي زي الفل، أدي قوس زائد قوس،
ألف ميم ناقص ألف نون، والتاني موجب ميم ناقص نون. لاحظ لاحظ هنا مفيش عامل مشترك، مش مشكلتك بقى دلوقتي، احنا هنمشي زي ما احنا عارفين خطوات. ولو انت خايف ممكن تقسم بطريقه ثانيه، هقسم لك بطريقه ثانيه برضه. طب يلا اسم، هقول له كده يا مستر هناخد الف عامل مشترك، لما ش من هنا الف يتفضل ميم ناقص لما ش الف يتفضل نون. تعالى هنا يا مستر، هنا مفيش اي حاجه عامل مشترك يا مستر، يبقى اسمها ميم ناقص نون. ملاحظه هنا بس، ميم مفيش عامل مشترك يا شباب، ميم مفيش عامل مشترك هنا، كان هنا يا مستر في واحد مضروب في القوس ده مش مكتوب، انا بحتاجه هكتبه. خد بالك مفيش عامل، لازم اخد عامل مشترك. طب ما لقيتش اكتب واحد هتستخدمه. طب يلا بقى يا مستر، ها اللي اتكرر هنا وهنا، ادي القوس ميم ناقص نون اتكرر، هفتح قوس وراي اتفضل الف زائد، ما تقوليش بقى مفيش حاجه، انا كاتب واحد اهو. لو انت ما كتبتش تقول لي ليش برضه مفيش حاجه، مفيش حاجه مكتوبه، يبقى اكتب واحد. طب بص بص هتقول لي مستر لا، طب انا هاخد الف ميم مع ميم، يلا كده تعالى ناخده، هيبقى اسمها ادي شنطه زائد شنطه، الف ميم زائد ميم، ها سالب الف نون ناقص نون. يلا شوف اللي اتكرر هنا يا مستر، ميم وميم، يبقى ناخد ميم عامل مشترك وافتح قوس، شيل الميم يتفضل الف زائد، شيل الميم ما تقوليش ما يتفضلش حاجه، لا في رقم مش مكتوب واحد، يبقى اقول له يتفضل واحد، ها ادي زائد سالب الف نون سالب نون، النون والنون، واخد السالب عامل مشترك عشان مستر اول واحد سالب، فاخد سالب نون عامل مشترك وافتح قوس، ها سالب على سالب فيها الموجب، الالف مش قاسمها على حاجه تنزل، النون خدتها خلاص، سالب على سالب فيها الموجب، النون خدتها ما يتفضلش حاجه، هكتب الواحد طول ما هم حاجتين جوه قوس حاجتين، ادي الف زائد واحد والف زائد واحد عامل مشترك، يتفضل عندك ميم زائد في سالب نون مره واحده بسالب نون، هتلاقي نفس الحل بس القوسين اتبدلوا. يبقى احنا كده يا شباب اتعلمنا ان احنا بنقسم براحتنا، احنا بنقسم اي اثنين مع اي اثنين، اهم حاجه يبقى في منهم عامل مشترك. السؤال الخامس يا شباب معانا، س اس 3 ناقص 3 س اس 2 زائد 6 س ناقص 18. اصحابي عشان احنا قلنا عامل مشترك عباره عن حرف بيتكرر او اصغر عدد باصغر اس. طيب تعالى نشوف كده يا شباب، هل هنا يا مستر في عامل مشترك؟ اه س اس 3 وس اس 2 يا شباب دول بينهم عامل مشترك اللي هو اصغر اس فيهم اللي هو س اس 2، فانا هقسمها زي ما هي يا مستر، اهي قوسين قوسين يا شباب زائد قوسين، ادي س اس 3 ناقص 3 س اس 2، وهنا موجب 6 س ناقص 18. يلا يا سيدي س أس 6 س أس 2 مثل أصغر أس س أس 2 وأفتح قوس، ها هنا بقى يا بالبلدي إما هتقسم وفي القسمة س أس 2 على س أس 2 مثل بطرح الأسس، يا إما بالبلدي هما 3 س أس 3 خدت منهم س أس 2 يتفضل س أس 1 ناقص، هشيل س أس 2 اللي خدتها بره يتفضل 3. تعالى هنا، هنا في س هنا ما فيش س بس في عدد وعدد، طب تعالى نقسمهم كده على بعض، 18 على 6 فيها 3، يبقى كده هاخد اصغر عدد فيهم عامل مشترك وافتح قوس يا شباب، شيل ال 6 يتفضل س ناقص 18 على 6 على 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 فيها 3. هل يا مستر القوس ده هو القوس ده؟ يبقى انا هاخده عامل مشترك، ادي س ناقص 3 وافتح قوس تاني واكتب اللي يتفضل، يبقى س اس 2 زائد 6. تعالوا نشوف واحدة كمان شبيهة بها شوية، 3 س أس 3 زائد 2 س أس 2 زائد 12 س زائد 80. على فكرة زي ما اتفقت معاك يا شباب ممكن نعمل نغير تقسيمتي، يعني ممكن آخد الأول مع التاني صح؟ وده مع ده صح؟ مفيش مشكلة، وممكن آخد ده مثلا مع ده و2 س أس 2 مع 80 عادي جدا. فزي ما أنت عايز يا شباب هنحل مفيش أي مشكلة، آدي قوسين زائد قوسين. اخد اول اثنين ماشي ولا ناخد الاول والثالث اللي انت عايزه مفيش اي مشاكل فيه. طيب تعال نخليها زي ما هي عشان ايه نبقى ماشيين واحد في كل المسائل، زائد 2 س اس 2 خدت اول اثنين زائد 12 س زائد 8. يلا يا سيدي، ها هنا يا مستر الثلاثه والاثنين، طب بص هل في عامل مشترك في الاعداد هاخد اصغر عدد اثنين؟ هل الثلاثه بتقبل على الاثنين يا شباب؟ لا يبقى ما ينفعش خالص، لو قسمت ثلاثه على الاثنين على الاله يا شباب
تفضل زي ما هي، يبقى كده مش عامل في الاعداد، يبقى عامل شرط الصف الرمزي بس، س اس 3 س اس 2 اصغر اس س اس 2 وافتح قوس، يلا التلاتة على واحد فات تلاتة، س اس 3 خدت منهم انت 2 اتفضل س 1، خدت س اس 2 اتفضل 2، كده خلصنا من الاولاني. زائد يا شباب تعالى هنا اقسم النص ال 12 على 8، هلاقي الدنيا يا شباب اصحى اصحى 3 على 2، معنى كده اللي هي ما بتقبلش القسم على بعض بس في بينهم حاجه مشتركه طالما الرقم اتغير. طب مين بقى الرقم المشترك يا شباب؟ المفروض نصح نقطه 10 اصغر عدد اللي هو 8، ده لو ينفع لو ال 12 تقبل على 8. طب ما ينفعش اصغر عدد يا شباب، ممكن اخد نصه، او ال 12 بقت 3 اتقسمت على 4 وال 8 بقت 2 اتقسمت على 4 يا شباب، يبقى انا باخد ال 4 اللي اتكررت دي عامل مشترك، وافتح قوس 12 على 4 فيها 3 س مش هقسمها على حاجه تنزل، زائد 8 على 4 فيها ال 2. اهم شرط عندي اتحقق، اه يا مستر ان القوس اللي موجود هنا هو اللي موجود هنا، فانا باخده يا شباب عامل مشترك وافتح قوس ثاني واكتب اللي يتفضل س اس 2 زائد 4، تيجي مع بعض نحلها بتقسيمة تانية ونشوف يمكن تعجبك. بص كده التقسيمة التانية دي، أنا بس حابب أوريك إن أنت ممكن تقسم براحتك. طب أنا هاخد الأولاني مع ده، أدي 3 س أس 3 زائد 12 س زائد 2 س أس 2 زائد 8. بص يا سيدي أصغر عدد يا مصر أدي القوسين وأدي القوسين التانيين. أصغر عدد المستر هنا وهنا التلاتة، وال 12 على التلاتة تقبل فال 4، س أس 3 مع س يتفضل س، وأفتح قوس، ها يلا نقسم، التلاتة خدناه س أس 3 على س أس 1 هنشيل 1 من 3 يتفضل س أس 2، زائد 12 على التلاتة فال 4 والس ناقص على س يروحوا مع بعض، ها أدي زائد تنزل، 2 س أس 2 زائد 8، قال له أصغر عدد لأن 8 على 2 فال 4 تقبل، هاخد ال 2 وأفتح قوس. شيل الاثنين يتفضل س اس 2 زائد تنزل 8 على 2 فال 4، القوس اللي بيتكرر موجود اه، يبقى انا كده مقسم صح، اخد القوس اللي اتكرر مره واحده وافتح شنطه واكتب اللي يتفضل، الاقي اتفضل عندي 3 س زائد 2، هتلاقيها نفس دي بس القوسين معاك متبدلين يا شباب. اخر مساله شباب معانا، ودي بقى هناخدها النهارده وهنكمل عليها الجزء الثاني. ده يا شباب تاني نوع من التحليل. ده كل ده عادي نتكلم في 2 و2 وعارف ان هو بيمشي بطريقه ثابته، عامل مشترك عامل مشترك، وبعد كده باخد القوس اللي بيتكرر عامل مشترك. الثلاثه وواحد دول يا شباب بمسك الثلاث حدود دول بحللهم تحليل مقدار ثلاثي مربع كامل. مربع كامل. والثاني يا شباب فرق بين مربعين. مربع كامل اللي هو قوس اس 2 فرق بين مربعين اللي هم قوسين شبه بعض، واحد موجب والتاني سالب. باخد التلاته واعمله مقدار س مربع كامل. طيب تعالوا نرجع للمساله عشان نشوف هي عامله ازاي. ا اس 2 ده مقدار مكون من اربع حاجات يا شباب. ا اس 2 زائد 6 ا ب زائد 9 ب اس 2 ناقص م اس 2. هو الملاحظ هنا يا شباب ان ده بينهم مشترك، بس لو خدت الالف مشترك مش هلاقي القوس اللي بيطلع اللي بيتكرر ده مش هلاقيه موجود من الاخر، لان ده ما بيكونش عامل مشترك، يبقى معنى كده التحليل ده غلط. عشان التحليل ده يا شباب افكر فيه بالطريقه دي، ده برضه عشان تبقى فاهم ما بيجيش كتير في الامتحان، بس هناخده لان هنكمل عليه الحصه الجايه الدرس بتاع المره الجايه. بلاقي على الاقل يا شباب ثلاث مقادير لهم جذور، ثلاث حدود انا اسف لهم جذور، هو مقدار كوبري اربع حدود، 1 2 3 4، هتلاقي ده ليه جذر؟ ا وب من غير اس ملهاش جذر. 9 ب اس 2 ليها جذر، م اس 2 ليها جذر، ده لازم. طالما شفتهم كده شباب فده هنقسمهم 3 و1، يعني يا مستر التلاته دول اللي فيهم نفس الحروف ا اس 2 ب اس 2 وفي النص ا وب، هاخدهم مع بعض اوحدهم احللهم وهرمي اللي بيتسالب ده في الاخر عشان بيعمل لي فرق بين مربعين في الاخر. فالقوس ده يا مستر او المقدار ده دول بحلله كده، قوس اس 2 ا اس 2 جذرها ا زائد تنزل التسعة جذرها 3 ب اس 2 جذرها ب، لو ضربت الاول في الثاني في 2 يديك 6 ا ب ناقص م اس 2. كده انا حللت اول حاجه مقدار ثلاثي مربع كامل. لسه عندي بقى الفرق بين مربعين، فين الفرق؟ خد بالك اهو، فين المربعين؟ ده م اس 2 مربع لانه م في م، وهنا يا مستر مش ده مربع،
ولا ده مربع، القوس كله مربع، يعني القوس كله مضروب في نفسه مرتين يا شباب، يعني ما بفتح قوسين مع بعض واحد موجب والتاني سالب، ده الفرق بين مربعين. أ زائد 3 ب لكل أس 2 دي بحللها، القوس أ زائد 3 ب وممكن نحطه في قوس زي ما هو أو نسيبه في نفس القوس، لأن ده القوس ده مضروب في نفسه يا مستر مرتين عشان عليه أس 2 من فوق أهو. زي دي م أس 2 كنا بنحللها إزاي؟ م أس 2 في م أس 2؟ لا، بحللها م في م، يعني بشيل الأس ده يا مستر أو باخد الجذر يديني م في م. كده إحنا حللنا المقدار ده شباب، والجزء دون يعني ما بيجيناش في تحليل التقسيم كتير، وهنشوف في الدرس المره الجايه يعني هنثبت المعلومه بتاعه تحليل المقدار الثلاثي، المقدار تحليل التقسيم اللي هو المقدار الثلاثي المربع الكامل، الفرق بين المربعين هنكمله مع بعض في الدرس القادم اللي هو التحليل باكمال المربع، لان كل درس قايم على الخطوتين دول. فاحنا هنركز على الجزء اللي فات ان شاء الله، وما تنساش تتابعنا دايما، ولو الحلقه عجبتك تعمل لها لايك وشير يا شباب، وتعمل سبسكرايب طبعا على القناه معاكم. ومتنساش عندك في الاخر في اختبار تفاعلي، اطبع وحل واكتب لي في التعليقات هرد عليك، وعندك الشيت بتاع الاسئله وشيت الاجابه بتاعه، تطبع تحل شيت الاسئله تتاكد من اجابتك مع بعض، لو في اي حاجه ما انتش فاهمها ممكن ترجع لفيديو تاني، لو الموضوع صعب معاك في بعض المسائل ممكن تكلمنا شباب ان شاء الله في التعليقات وهنرد عليك. كل سنه وانتم طيبين، أشوفكم على خير الحلقة القادمة، وما توفيقنا إلا بالله.